إذن مرة أخرى نتحدث معكم حول هذه الثورة المباركة وكيف أنها أحدثت حراكا في الحياة السياسية في مصر، الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية، وأيضا امتد أثر ثورة 23 و52 إلى يعني كافة الدول وخاصة الدول الإفريقية والدول العربية أمريكا اللاتينية. نعود مرة أخرى في الاستوديو مع ضيفي الكاتب الصحفي والمؤرخ العسكري الأستاذ محمد الشافعي. أستاذ محمد أهلا بك مرة ثانية. يعني نتحدث حول كيف أن هذا المشروع المهم ثورة 23 و52 وكيف أنه أحدث حراكا في الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية في مصر، بل غير وجه الحياة بالكامل في مصر وامتد إلى الدول المجاورة. الحقيقة اللي حضرتك بتتكلم فيها يا أستاذ حسني محتاج يعني ساعات طويلة جدا، لكن دعنا نختصر ما استطعنا إلى الاختصار سبيلا كما يقولون. يعني طبعا ثورة يوليو جاءت ولديها مشروع واضح المعالم. هذا المشروع اتضحت معالمه بعد أيام قليلة جدا من قيام الثورة. أولا يجب أن لا نغفل أنها هي الثورة البيضاء الوحيدة التي لم يرق فيها قطرة دم واحدة، إذا قرناها بالثورتين الكبيرتين اللتين سبقتها، الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية ظلت لعشر سنوات كاملة تسبح في دماء ثوارها وأعدائهم وخصومهم، عشر سنوات من الإعدامات التي لم تتوقف. الثورة البولشفية الروسية 1917 ظلت يد أخرى لسنوات طويلة تسبح في دماء القيصر وعائلته وأتباعه وعاشيته. الثورة المصرية هي الثورة الوحيدة التي لم يرق فيها قطرة دم واحدة، بل إن الملك المخلوع خرج في مراسم وداع رسمية وعسكرية وسط حراسة وحرس شرف، ويعني شيء من التقدير الذي لم تعرفه الثورات من قبل. الثورات تأتي لكي تثور على ما قبلها ويعني تزيل إزالة كم. الثورة المصرية بقيادة زعيم الخالد جمال عبد الناصر بعد 48 يوم فقط يا أستاذ حسني، 48 يوم، يعني دي مسألة لا وقت لا زمن، كان بيطلع قانون الإصلاح الزراعي الأول. صحيح، قانون الإصلاح الزراعي الأول طلع 9/52 9 سبتمبر، واختيار اليوم له دلالة، هذا يوم وقفة عرابي أمام الخديوي توفيق، العرابي الفلاح ابن الفلاحين، فهذا إعادة اعتبار للفلاح المصري وإعادة تقدير للفلاح المصري أن وقفتك لن تضع هباء وأنك تعود لكي تمتلك أرضك، لأنه الأرض المصرية يعني الذين يقولون أنه عبد الناصر سطع على أرض أراضي الأغنياء الإقطاعيين، هذا ليس صحيحا. عندما جاء محمد علي إلى حكم مصر 1805 كتب كل أراضي مصر بكاملها باسمه، ثم بدأ في توزيعها 20% للملك، 20% للأسرة الملكية، 20% للحاشية، 20% للأثرياء، وكلها هبات ملكية. هنا جاء الاحتكار. ثم لما جيت بقى عبد الناصر بيعيد توزيع هذه الثروات، وكمان بيدفع لأصحاب الأراضي اللي هي الثمن اللي كان موجود اللي هو 7 أمثال الضريبة الزراعية في ذلك الوقت. فكل فلاح حسب احتياجاته خد من 2 إلى 5 فدان. الشهر اكتوبر 52 يعني برضو بعد اقل من شهر من الاصلاح الزراعي كان هناك قانون اخر ربما يعني في نفس اهمية الاصلاح الزراعي، اللي هو عدم الفصل التعسفي للعمال. الذين سبقونا من الاجيال السابقة قبل ثورة يوليو كان يذهب الى عمله في الشركة او المصنع فيقال له ما عندناش النهاردة خلاص خلص، يتقطع ايده يتقطع رقبته ملوش تعويض. فجي عبد الناصر وعمل عدم الفصل التعسفي للعمال، العامل صاحب حق في عمله ويفصل او تنتهى خدمته بالقانون. فانت عندك مشروع للعداله الاجتماعيه.